كثيرة جدا من لاعبين كبار جدا. خلينا نخرج لتليفون مهم جدا معانا كابتن حمدي الصافي مدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات. مساء الخير يا كابتن حمدي. ازيك يا كابتن خالد؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن خالد. امورك تمام؟ الحمد لله والله كله تمام. كابتن حمدي الموسم ده زي الموسم اللي فات، بدأت الموسم اللي فات بإصابات، برضو الموسم ده بدأت بإصابات، لكن ما شاء الله على البنات، ما شاء الله على حضرتك، الأمور ماشية في الاتجاه الصحيح وهو اتجاه الفوز. والله يا كابتن خالد الحقيقة الظروف معفنة جدا، بقالها موسمين يعني الفريق ما اكتملش خالص. بالظبط. لمدة موسمين بنلعب بطولات ومباريات جدا، الفريق لو اكتمل طبعا هيبقى القوة كبيرة جدا، لأن احنا بنلعب طبعا بعناصر كبيرة جدا وقوة كبيرة جدا زي آية الشامي أحسن لعيبة عربية وأفريقية، عندنا ميار خليفة مركز ثلاثة لعيبة مؤثرة، عندنا مروة مجدي لمركز اثنين لعيبة مؤثرة، عندنا صفر نور ياسين مركز ثلاثة قوة شابة لا يستهان بها، سفرها احتراف والدراسة في أمريكا، فالحقيقة طبعا قوة كبيرة ناقصة الفريق، بس الحمد لله يعني عندنا ناشئات برضو طالعة، ربنا كرمنا عملنا صفقة محترمة محترفة كويسة، عندنا دعاء الغباشي برضو صفقة محترمة، يعني نوعا ما الحمد لله الأمور ماشية تمام لحد ما الإصابات ترجع لنا ويكتمل الفريق ويظهر قوة الفريق الحقيقية. أكيد أكيد النجمات اللي انضموا للفريق أكيد قوة مؤثرة، لكن نجومنا الكبار زي كابتن آية الشامي ونجومنا اللي عندهم إصابات هيرجعوا أنت كابتن حمدي قدامهم قد إيه ويرجعوا تاني مرة الملعب؟ يعني ان شاء الله اول اصابه هترجع الاسبوع الجاي ان شاء الله ميار خليفه، دي طبعا محتاجينها جدا، لان احنا برضو اللي انت مش عارفه الماتش اللي فات في تسخين الماتش اللي فات مريم متولي جالها سبرين انكل، فتقريبا هتغيب ثلاث اسابيع، واحنا عندنا ماتشات مهمه الفتره الجايه، عندنا السيد وعندنا الجزيره وعندنا زور وعندنا الزمالك، فان شاء الله بنامل ان مريم متولي تلحقنا في ماتش الزمالك ان شاء الله، عندنا طبعا عناصر شابه بتعوض النقص دوت، بانضمام ميار خليفه في مركز ثلاثه هتعوض النقص شويه بتاع مريم متولي، عندنا بعد كده ايه الشامي بنجهزها ان شاء الله باذن الله، ان هي يعني بنامل ان هي على 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 اخر 12 او اول واحد تبقى موجوده معانا باذن الله. باذن الله يكونوا متواجدين ومكتملين ان شاء الله باذن الله، انا عارف ان من بعد يناير هي المرحله النهائيات بتكون موجوده بطولات افريقيا، فان شاء الله يكونوا متواجدين كلهم باذن الله في يناير يا كابتن حمدي. باذن الله ان شاء الله كابتن. كابتن حمدي انا عارف ان دوري الطايره بقى قوي جدا. قول لي اخبار اخبار المحترفه اللي عندنا بولا اخبارها ايه؟ عارف ان هي دخلت بدات تنسجم مع الفريق. الحمد لله والله المحترفه طبعا جت متاخر شويه، احنا كنا عاملين حسابنا الدوري هيبتدي في اول 11، الاتحاد بدره شويه، فالحمد لله البنت الحقيقه مجتهده جدا في التدريب، عندها مهارات فرديه وقوه كويسه جدا، ابتدت تنسجم، ابتدت تفهم الشغل بتاعنا. كانت مؤثرة جدا في المباريات السابقة وكل مباراة بتثبت ان هي لاعبة كويسة الحمد لله. اكيد يا كابتن حمدي كلنا الدعم، كل الناس بتدعم فريق الطائرة سيدات بوجود حضرتك بوجود نجماتنا نجمات الذهب، وان شاء الله باذن الله دايما بتمتعونا في بطولات افريقية وعربية وعالمية وكمان البطولات المحلية اللي انتوا حكر عليكم باذن الله. باذن الله يا كابتن حمدي نبارك لك في اخر السيزون. بنشكرك كابتن حمدي صافي اللي كنت متواجد معانا، فعلا بنات الذهب مهمين جدا، نجمات الذهب حاجه جميله جدا في وسط النادي الاهلي.